ويعود علينا وعلى الإنسانية بخير وسلام يا رب. النهاردة سيادة الرئيس السيسي شارك في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. قال سيادته النهاردة علينا ترجمة مكارم الأخلاق لسلوك ودستور عملي وواقع ملموس، وإن الشائعات جريمة ضد المجتمع، صاحبها آثم في حق نفسه وفي حق دينه. أكد سيادة الرئيس النهاردة إن مصر بتمر بمرحلة غاية الأهمية قوامها العمل والإنتاج. وقال كمان سيادة الرئيس إنه يجب العمل والإنتاج بإتقان وإخلاص عشان نستكمل جهود الدولة التنموية ونثق في الله وتوفيقه لمصر وشعبها أبناء الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة. اليقين بالله في أنه ربنا سبحانه وتعالى هيوفق مصر وهيوفق الشعب المصري شيء عظيم. كل سنة وحضرتكم طيبين. تم تكريم طبعا النهاردة مجموعة من الأئمة، وكان في كلمة مهمة جدا زي ما قلت لحضراتكم لسيادة الرئيس، وأيضا كان في كلمة مهمة جدا لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ومجموعة من الأئمة تم تكريمهم النهاردة بشكل يعني زي ما تابعنا الصبح كده، وقد كده كانوا سعداء بهذا التكريم من سيادة الرئيس. النهاردة كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كان في مؤتمر صحفي في غاية الأهمية. أنا بشوف أنه دي درجة واضحة من الشفافية فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، تحديدا اللي هيحصل في المؤتمر الصحفي، مؤتمر الخاص بالاقتصاد. النهاردة اتكلم عن رئيس الوزراء عن أجندة المؤتمر الاقتصادي اللي دعا ليه سيادة الرئيس، واللي هيتم تنظيمه زي ما حضراتكم عارفين يوم 23 ويوم 24 ويوم 25 هذا الشهر شهر أكتوبر. رئيس الوزراء قال أنه هيتم في المؤتمر مناقشة الاقتصاد الكلي على مدى 10 سنين فاتوا، يعني واضح كده انه هتحصل المقارنات زي ما كان دكتور محمد معيط وزير المالية قال جزء من هذه المقارنات امام سيادة الرئيس في احدى الاحتفالات وافتتاحات الفترة اللي فاتت. اليوم الثاني قال هيكون عن وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص، دور الصندوق السيادي في تعظيم الاستثمارات، كل ده هيكون في اليوم الثاني. اليوم الثالث قال انه هيكون عن وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري، وهنا احنا بنتكلم على مجتمع مدني هيكون موجود في المؤتمر الاقتصادي هيشارك، بنتكلم على رؤساء جامعات وبنتكلم على البرلمان وبنتكلم على يعني انت بتتكلم على 21 جهة هتشارك في المؤتمر الاقتصادي. طيب تعظيم كل ما قاله دكتور مصطفى مدبولي هيتم ازاي؟ خليني ارحب بالدكتور احمد غنيم استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره. اهلا بحضرتك معانا دكتور احمد. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. حضرتك تابعت النهارده المؤتمر الصحفي لدكتور مصطفى مدبولي، واتكلم فيه عن دور الصندوق السيادي واهميته، واتكلم فيه عن استراتيجية الاستراتيجية بين كمان ملكية الدولة. مهم قوي أعرف من حضرتك فيما يتعلق بالصندوق السيادي، معظم الدول عندها صندوق سيادي مش كده يا دكتور أحمد؟ أيوة. طيب ملكية الدولة أيضا في دول أخرى عندها نفس الموضوع؟ الوثيقة نفسها لأ، لكن طبعا ملكية الدولة موجودة في كل الاقتصادات العالم بدرجات متفاوتة. نعم. حسب الفلسفة اللي الدستور بتاع كل دولة بيتبناها
هل هي اقتصاد سوق ام اقتصاد دوله ام اقتصاد مشترك تختلف الدرجه من دوله الى اخرى. نعم نعم، يبقى ده بيفرق من دوله لتانيه. طيب خليني اقول لحضرتك انه طبقا للاخبار والمعلومات ان الصندوق صندوق مصر السيادي قدر ان هو يجذب استثمارات تقريبا ب 3.3 مليار دولار الفتره اللي فاتت. الرقم صح ولا مش كده؟ طبقا يعني للاخبار. عايزه اسمع من حضرتك دكتور احمد وجهه نظرك في تعظيم هذا الرقم، ازاي نستفيد من دور الصندوق السيادي؟ طيب خلينا نفهم الناس فكرة الصندوق السيادي. نعم. فكرته ايه؟ فكرته ان هو بيستثمر اموال شعب او الدولة في استثمارات تعود بالخير على الاجيال القادمة. نعم. ويمكن ظهر في الدول الخليجية باستثمار البترو دولارز لما بيبقى عندهم فوائد نتيجة اسعار البترول، فبدأت فيه الدول نوع من التأمين للأجيال المستقبلية إن هم نعم. يستثمروا هذه الأموال سواء داخليا أو خارجيا لأن اقتصادهم محشي، ويعود ذلك بالنفع على اقتصاد البلد والأجيال القادمة. نعم. الحالة المصرية إحنا تأخرنا إلى حد ما في إنشاء مثل هذا الصندوق. نعم. وهي دي الفكرة الأساسية، إن أنا لو عندي أصول للدولة مش عارفين نديرها لأن الدولة بطبيعتها ما هياش قادرة على الاستثمار بشكل بمعنى السوق، ممكن هي تقوم بالاستثمار في مجالات البنية الأساسية وخلاف الحاجات الأساسية. أما فكر القطاع الخاص أو فكر إدرار الربح ده لازم يبقى هناك ذراع أخرى للدولة تقدر تتفاهم بلغة السوق أو القطاع الخاص في هذا الإطار سواء المحلي أو العالمي. نعم. فبدأنا بهذا الصندوق اللي تم إنشاؤه منذ يعني فترة ليست بكبيرة، ولكن أداؤه في هذه الفترة وهنا حضرتك شايف أنه كان من المفترض أنه يتم إنشاء هذا الصندوق من فترة، إحنا تأخرنا. طبعا تأخرنا فيها. فترة. فالحقيقة الدور اللي بيقوم به الصندوق ده مهم جدا. بتختلف الآراء حول هل الصندوق يقوم بضخ استثمارات بحد ذاته كذراع، وهنا بيجي الاختلاف دايما هل هو كده بيزاحم القطاع الخاص ولا لا، ولكن حقيقة الأمر أنه هو بيشارك دائما القطاع الخاص. يعني الصندوق السيادي ما في بعض الدول بيخش يشتري حاجة معينة وتبقى مملوكة له تماما. الحالة المصرية هو بيشارك القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في مشاريع بتبقى خاضعة لدراسة جدوى دقيقة وبتعمل على تاني فكرة الأجل الطويل للأجيال القادمة وحسن استخدام أصول الدولة. نعم. بيقوم بقى أغلبية المشاريع داخل مصر سواء في مجال السياحة، في مجال الآثار، في مجال الثقافة، في مجال مختلف المجالات على حسب ما بيرتقي الفرصة الاستثمارية فيها ووجوده ورغبة مجموعة من الشركاء إن هم يخشوا معاه. على سبيل المثال من الأشياء اللي هو هيكون باستثمارها مثلا المبنى بتاع الحزب الوطني الديمقراطي القديم، هذا المبنى هو هيقوم باستغلاله، أو بعض الأماني الوزارات اللي هي هتروح لي إن شاء الله العاصمة الإدارية الجديدة. نعم. المباني شاغرة هي بيعيد استخدامها وتوظيفها بأنها تكون فنادق، تكون مباني إدارية بتتم استئجارها من قبل القطاع الخاص. وده بيقاني كله بيخش بالشراكة مع القطاع الخاص. نعم. فهي فكرة جيدة جدا وأداؤه جيد جدا لغاية دلوقتي. وطبيعي ان هو لن يسلم من الانتقادات وأوجه النظر المختلفة فيما يكون باستثمارات، لأن دائما هناك بيبقى فيه بعد بيرى ان لا ما كانش المفروض نخش في الحته دي، لا مش ده شيء طبيعي في اي مكان فيما يتعلق بالفرص الاستثماريه. طيب دايما الفرص الاستثماريه زي ما حضرتك بتقول بيبقى فيها راي وراي اخر، يعني في ناس بتبقى شايفه انه لا كان ممكن يبقى كذا، فرصه تبقى اكتر تدخل للبلد استثمارات اكتر او تجذب استثمارات اكتر وتدخل عمله صعبه زي ما حضرتك بتقول. لكن فكرة انه في ناس قد يكون ليها علاقة بالاقتصاد من بعيد او من قريب
وفكره انه ناس ما لهاش علاقه بهذا الملف تتكلم على انه انا هنا بتكلم بقى على ملكيه الدوله. ده بيبيعوا ما اعرفش ايه، ده باعوا المبنى الفلاني، ده باعوا. القصه دي هل طول الوقت بيبقى فيها ديبيت في كل الدول؟ في حساسيه في الحاله المصريه ازيد شويه. ليه؟ لان احنا في عهد عبد الناصر كنا بنعيش عصر الاقتصاد الاشتراكي. وكان في نزعه، وده دائما عند المصريين يعني. نزعه وطنيه عند المصريين ولا عند الناصريين؟ عند المصريين. عند المصريين، تمام، اتفضل. نزعه، وافكر حضرتك والساده المشاهدين باحداث حصلت قبل كده، نزعه بيحسوا ما بيفكروش بموضوعيه وبيفكروا بقلبهم. يعني هذا الموضوع حدث في قصه عمر افندي. طبعا حدث الجدال طبعا على بيع عمر افندي، هذا الموضوع حدث في قصه بيع بنك الاسكندريه. وكان الكلام على اني هخصخص او هبيع او هدخل القطاع الخاص كانت الكلمه تعتبر يعني عيب في مصطلح القاموس المصري المصري. حتى عند المتخصصين، ده سؤالي، حتى عند لا المتخصصين لما بيجوا يتكلموا، المتخصصين بيتكلموا على اسلوب البيع، يعني هطرح في البورصه، هطرح للعاملين، هبيع لمستثمر رئيسي. بيحصل خلاف حول الطريقه وتقييم الاسلوب. لا فده بين المتخصصين. وتاني اللي بيتكلموا اغلبيتهم بيتكلموا وهم ما يعرفوش بواطن الامور. لان قد تكون المؤسسه دي عليها دين، قد تكون فيها مشاكل في عماله زي كده، فهم مش دارسين الملف، مش دارسين الموضوع، وده امر صعب جدا. طيب هرجع لي ما يتعلق بالاستثمارات دكتور احمد، والشرح اللي قاله النهارده رئيس الوزراء، والمؤتمر الاقتصادي هيبقى في درجه عاليه جدا من الشفافيه. انت بتتكلم على هنحط خريطه الطريق للاقتصاد المصري، وهتحصل مقارنات من العشر سنين اللي فاتوا. وقال كمان انه يعني احنا محتاجين ان احنا هنحفز الاستثمار والقطاع الخاص. من وجهه نظر حضرتك ازاي يبقى في تحفيز للاستثمار، وازاي نريح المستثمر المصري الصانع هنا اللي عنده مشاكل، وايضا المستثمر الاجنبي؟ طيب على في طريقتين للتدخل. الطريقه الاولانيه هي السياسات الاقتصاديه الكليه، ودي بتتعلق بسعر الصرف والضرائب واسلوب احتساب الضرائب و و و، وده الحكومه بتاخد اجراءات فيه، لان احنا في ازمه عالميه انعكست على مصر. نعم. ادت لمشكله في سعر الصرف، ادت مشكله في الاحتياطي، ادت في مشكله في عجز الموازنه. فده تضبيط هذه الامور، وده اللي اعتقد اول حاجه القارصة الطريق اللي حضرتك ذكرت فيها سيتم تناولها في المؤتمر الاقتصادي. ده امر مهم جدا، لان بيبقى التوازن ما بين ان ناخد اجراءات ترضي المستثمرين، وفي نفس الوقت ما يكونش ليها اثار سلبيه من الناحيه الاجتماعيه على طوائف الشعب. اما ده شق، وده سيتم تناوله من قبل الحكومه. لكن المهم جدا واللي بيضايق المستثمر هو ما يسمى بالمايكرو، الاداره المايكرو للامور، يعني حجم البيروقراطيه، حجم الـ عدد التراخيص، طريقه استخراج التراخيص، طريقه التخليص على الجمارك. دي الامور اللي هي على الواقع العملي بتؤدي الى نفور مجموعه من المستثمرين، لان دي ما بتبقاش محسوبه في حساباتهم وبتؤخر. يعني احنا بنتكلم على الوقت له تمام. نعم. في ظل البيروقراطيه، مش بس المصريه، في ظل البيروقراطيه في اي دوله في العالم، البيروقراطيه ما بتاخدش الوقت في الحسبان. يعني ما زالت مشكلتنا مشكله بيروقراطيه فقط. البيروقراطيه بتنعكس بقى على حاجات ثانيه زي يعني في نوع من الاعمال المتجاوزه لبعض الاشخاص، في نقطه ثانيه ان قد يكون في تزاحم في بعض الانشطه، في عدم وضوح رؤيه. يعني بيبقى القانون واضح واللائحه التنفيذيه واضحه، ولكن اللوائح الداخليه بتاعت بعض بتعقد كل حاجه. فدي المشكله، ودي من بنقول عليها المايكرو مانجمنت للامور، يجب حلها. نعم. وفي رأيي المتواضع ان يعني قد يكون التفكير في عوده
لوزارة مثل وزارة الاستثمار. لأن حضرتك شايف أن مطلوب يبقى فيه وزير استثمار فقط؟ أنا شايف، أنا أيوة. شايف نعم. وجهة نظر شخصية تاني، وأنا لست يعني ضمن الحكومة، فقد يكون لها رؤية تانية. لكن لا يا فندم، ده رأي، ده اقتراح حضرتك، ومن حق الناس تتكلم وتقترح. اتفضل. ملف الاستثمار محتاج وزارة. أيوة. محتاج وزارة تعرف تقدر تعمل الاستثمار، عامل زي السياحة، بيخش في كثير من الوزارات الأخرى. فإدارة هذا الملف محتاجة حد متفرغ لهذا الأمر. نسميها بقى وزارة اقتصاد، نسميها وزارة استثمار، ولكن هذا الملف مع احترامنا الشديد لهيئة الاستثمار، ولكن هو محتاج وزارة، محتاج قوة سياسية أكبر من كونه تدفع تدفع بالأمور على المستوى السياسي بين الوزارات ومع المستثمرين. تمام. برضو أنا محتاجة رأي محدد واضح، رأي حضرتك في كيفية تعظيم استثمارات الصندوق السيادي المصري. التعظيم الاستثمارات، احنا بنتكلم دايما في فكرة الدايفرسيفيكيشن او التنويع. أي. واعتقد ان اولا مجلس الادارة الخاص بهذا الصندوق السيادي في خبرات، على فكرة اغلبيته من القطاع الخاص، ودي يمكن الناس ما تعرفش هذا الامر. وفي خبرات متعددة، مالية، اقتصادية، صناعية، تجارية، وبالتالي هذا التنويع هو اللي بيضمن ان لو حصل مشكلة في قطاع ما او في بلد ما، هذا الصندوق مستثمر فيها بيقدر ان هو يعوض هذا الامر. الحالة المصرية زي ما قلنا، احنا اغلبية الاستثمارات داخلية، احنا بنتكلم على تنويع القطاعات. يمكن الامر لغاية دلوقتي دخل في انشطة خدمية، ولكن يتطلب الامر ايضا ان الدخول في انشطه تتعلق بالصناعه وبالزراعه، واعتقد ان ده هيحدث قريبا ان شاء الله. تمام. بشكرك دكتور احمد غنيم، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. طيب احنا يعني في حلقه النهارده كده هنحاول ان احنا نسمع اكتر من راي لمتخصصين، ومن المفروض انه بنتكلم مجتمع مدني، بنتكلم رؤساء جامعات، بنتكلم اصحاب خبرات هيكونوا موجودين في المؤتمر الاقتصادي، فبنحاول ان احنا نسمع رأي الكلام. بس انا عايزة قبل ما نكمل في الملف ده ارجع مع حضراتكم لامبارح. ليه امبارح؟ لانه امبارح سيادة الرئيس في الندوة التثقيفية اتكلم في جزئية في غاية الأهمية، وهي انه معنى الكلام انه من 67 ل 82 كان لا صوت يعلو فوق صوت المعركة زي ما بنقول، وإنه الدولة المصرية من 67 ل 82 بتتكلم في 15 سنة، وشاور لنا سيادة الرئيس على منطقة كده اللي هو نقعد نفكر ونذاكر فكرة ما تم من تنمية في ال 15 سنة دول. هل التنمية اللي تمت، وده اللي احنا لازم نذاكره ونراجعه بالفعل، هل التنمية يا جماعة اللي حصلت في ال 15 سنة من 67 ل 82، هل 15 سنة حتى لو حصلت تنمية ظهرت للناس، ولا كان شعار زي ما بقول لحضراتكم ان لكان في الفترة دي على مدار 15 سنة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة؟ وهنا أنا لازم كمواطن ولازم كإعلام أقول لحضراتكم إنه طب ما تيجوا نقيس، لو كنا بنتكلم على 67 ل 82 15 سنة، وإذا كان تم تنمية في هذه الفترة، هل ما تم بالفعل 15 سنة يعني تم فيهم حاجات قوية كده بجانب لا صوت يعلو فوق صوت المعركة؟ طب ما تيجوا نقارن الثمان تسع سنين اللي فاتوا، واحنا كنا وما زال طبعا الارهاب، انا بقول لحضراتكم مش هيخلص على مستوى العالم، لا ينتهي، والا كان زمان يعني دول كتير عرفت تخلص منه. طيب اللي حصل من تنمية في مصر اللي احنا شايفين بعنينا
جزء كبير منها حاصل كل واحد على مستوى محافظته. في نفس الوقت انت كان عندك ارهاب في الفترة اللي فاتت بتاعت التسع سنين اللي فاتوا دول، عندك ارهاب كان واصل للداخل المصري على فكرة، يعني كان واصل للقاهرة والجيزة والقليوبية، يعني ما كانتش المسألة فقط في سيناء. فانت كنت بتشتغل على محورين، بتشتغل على التنمية اللي كلنا او معظمنا عايز يشوفها، لانه خلينا نتفق ان في ناس مش عايزة تشوفها، هي حرة. وبجانب ان انت بتحاول تسيطر على ما يسمى بالإرهاب اللي وصل للداخل المصري، يعني داخل القاهرة وداخل الجيزة زي ما بقول لحضرتكم. طب ما تقعد تقارن، إذا كنت أطلقت شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة في 15 سنة بقيمة ما تم إنتاجه وعمله من تنمية بما تم إنتاجه وعمله في 9 سنين، كان ممكن أيضا تطلق عليها فترة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، لأنه الإرهاب اللي حصل ده واللي مش هينتهي بقولها لحضراتكم بكل وضوح، كان واصل كان جنبنا، يعني كان ربنا يا رب لا يعوده بنفس القوة والقدر. لكن ده كلام مهم لازم نذكره ولازم نتوقف أمامه. ليه؟ لأنه في الخمستاشر سنة دول الشعب المصري عانى واستحمل كتير قوي في الفترة دي من خلال الشعار اللي أنا قلته لحضراتكم. احنا دلوقتي مش قادرين نستحمل ظروف فرضها علينا العالم، يعني احنا كنا ماشيين زي الفل لغاية ما جت كورونا للعالم كله، ملف كورونا تم إدارته بشهادتنا كمصريين وبشهادة العالم بشكل كويس. ما خلصتش كورونا راحوا مدخليننا في حرب روسيا وأوكرانيا وقطع إمدادات، كل واحد بقى اللي عنده لقمة يأكلها. محتاجين لمتخصص والمتخصصين يتكلموا بشكل واضح وصريح في هذه الجزئية. خليني أرحب على التليفون بالدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للسياسات الدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور فايز مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مساء النور استاذ. اهلا بحضرتك. انا بتصور دكتور فايز ان احنا لازم نتوقف وبدقه وبمقارنه ايضا ما بين اللي سياده الرئيس ذكره امبارح من 67 ل 82 وما بين ال 19 سنين اللي فاتوا. تقدير حضرتك ورايك ايه يا فندم؟ يعني اسمحي لي، يعني انا هتكلم من وجهه نظر بحثيه طبعا. طبعا الهدف طبعا الهدف الاساسي هو من وجهه نظري نقطتين اساسيتين. النقطه الاولى ان احنا نستلهم دروس مسار تطور الدوله المصريه. نعم. من 52 حتى الان. النقطه الثانيه هي فهم الفلسفه التي يعمل بها المشروع الوطني المصري الان. نعم. في حياة الدول ثلاث قضايا أساسية كبيرة. أي. وما دون هذه القضايا الثلاث هي تفاصيل. القضية الأولى هي قضية الأمن. الأمن هنا الأمن بمعنى أن حماية الأمن القومي بالمعنى الإيجابي وبالمعنى السلبي، بمعنى أن أعزز قدرات الأمنية والدفاعية للدولة وأن أتعامل مع أي مصادر ثانية. تمام. قضية الأمن. القضية الثانية هي قضية التنمية. تمام. القضية الثالثة هي قضية الديمقراطية. هذه تمام. هي القضايا الثلاث الكبرى في حياة الدول والمجتمعات. دي عناوين خليني الأساسية لحركة لازم عشان الدولة. لازم يبقى في دولة، لازم يبقى في أمن بالضبط. لازم يبقى في تنمية، لازم يبقى في ديمقراطية. نسميها مجالات حركة الدولة، نسميها تمام. الوظائف الأساسية للدولة، لكن هي دي الثلاث قضايا الكبرى في حياة أي دولة. نعم. لو رجعنا لمسار الدولة المصرية من الفترة الخمسينات والستينيات كانت في إعلاء لقضيتين، قضية التنمية زي ما يعني تم تركيز من خلالها على قضية التصنيع وقضية العدالة الاجتماعية. تمام. ثم تم تعطيل كل القضايا الأخرى. قضية الديمقراطية لم تكن مطروحة، قضية الأمن كانت قضية موجودة، لكن المسار أو التركيز الأساسي في الخمسينات والستينات كان على قضية التصنيع وقضية العدالة الاجتماعية. نعم.
ده كان مفهوم، لكن في رأيي أنه تم تحميل هذا المشروع الوطني المهم، وهذه مسألة يجب أن نلتفت إليها. أيوة. تم تحميل المشروع الوطني المصري بأعباء خارجية كانت على حساب قدرة الدولة على إنجاز هذه القضية الأساسية، وقضية التنمية أو قضية التصنيع بالأساس، التورط في مشروعات خارجية، أيضا تحميل المشروع الوطني المصري مسؤولية كبيرة، كمثلا مسألة دعم حركات التحرر الوطني في العالم. هذه الشعارات الكبرى أو ما أنا أسميه تحميل المشروع الوطني أعباء ضخمة خارجية أو مرتبطة بالحركة الخارجية، أعتقد أنها كانت ضمن عوامل أخرى كثيرة طبعا، منها طبيعة سياسات التنمية نفسها، السياسات اللي تم اللجوء إليها أو تطبيقها فيما يتعلق بقضية التصنيع، البيئة الدولية في هذا في هذه المرحلة، هناك عوامل كثيرة. لكن برأيي أن في هذه المرحلة تحميل المشروع الوطني بقضايا خارجية أو بأعباء خارجية كانت في النهاية على حساب قدرة المشروع الوطني على البقاء والدفاع عن نفسه وتحقيق نقلات كبيرة والاستدامة أيضا. نعم. ده بيرجعنا لإيه؟ نقطة مهمة أو استنتاج مهم لهذه المرحلة، أنه عندما يكون هناك مشروع نهضوي وطني لابد أن يتم أو يجب حماية هذا المشروع من خلال خلق بيئة إقليمية ودولية مواتية وداعمة لهذا المشروع. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة مرحلة 68 إلى 72. نعم. عنوان هذه المرحلة كانت فكرة استرداد، أو كان عنوانها الرئيسي أو مجالها أو قضيتها الأساسية هي الأمن. الأمن هنا بمعنى استرداد الأرض. لكن تم إهمال قضايا أخرى، قضية التنمية أهملت بشكل كامل. ثم جينا في مرحلة أهملت بشكل كامل. بشكل كامل. مقابل إن أنت عايز تسترد أرضك، وإن أنت بالضبط. تسترد أرضك ده شيء عظيم وفرض. دي مسألة مهمة، لكن طبعا بقى كيف تعمل الدول الآن، أو كيف يعمل المشروع الوطني المصري الآن حتى نفهم فلسفة عمل هذا المشروع. في الماضي كان من الممكن أن يتم التركيز على قضية مقابل على حساب قضايا أخرى. كان من الممكن التركيز على قضية الأمن على حساب قضايا مثل التنمية أو لكن الآن الدولة المصرية في رأيي وفلسفة المشروع التنموي الذي يجري في مصر الآن يقوم على فلسفة واحدة. أولا أن التركيز على قضية الأمن لا يعني إهمال قضية التنمية، أو لا يمكن دي بتبقى رؤية قائد دكتور فايز أو سياسة قيادة سياسية رؤية هو رؤية. هو شايف انه كان تفضل انه لا انه اذا كانت قضيتنا الامن وكان يمكن زي ما حضرتك اشرت في المقدمه، كان يمكن تعطيل كل القضايا الاخرى، قضيه التنميه والديمقراطيه الى اخره من القضايا لمصلحه قضية مركزية هي تثبيت الدولة وقضية الأمن بشكل عام. حضرتك أشرت إلى التحدي الخاص بالإرهاب. نعم. إقليم مأزوم. نعم. بيئة إقليمية بلد في خطر، بلد هي الوحيدة اللي واقفة على رجلها، لكن هذا لم يحدث في نفس على نفس المسار. كان هناك مسار تنموي مهم وواضح وفي كل القطاعات ويتعامل بشكل متكامل مع كل القضايا الأخرى. وبالتالي ما أريد أن أشير إليه أن الدولة الآن تعمل بفلسفة، أو المشروع الوطني النهضوي المصري الآن يعمل بفلسفة مختلفة، أنه لا وقت لكي يمكن تضييعه مرة أخرى بالتركيز على قضية دون أخرى. نعم. بالتركيز على قضية التنمية دون الأمن، أو الأمن دون التنمية، لا وقت لتضييعه. النقطة الأخرى هو التعامل المتكامل مع كل هذه القضايا. أن التعامل مع قضية الأمن والتعامل، وأقصد هنا تعزيز قدرات الدولة الأمنية الدفاعية للدولة المصرية وبناء جيش وتطوير إلى آخره، كل هذا لم يأتي على حساب قضية التنمية. وبالتالي بل بالعكس، أن التعامل مع قضية الأمن تم أيضا من خلال مدخل تنموي. على سبيل المثال سيناء تمثل نموذج واضح لكيف تم الدمج والتكامل بين قضية الأمن وقضية التنمية في نفس المكان. في نفس المكان
يعني سينا نموذج, نموذج معبر ومثال واضح صحيح. على كي الرؤية أو الفلسفة المتكاملة لقضية الأمن والتنمية. كل نعم. منهما يعزز الآخر. لا يمكن الحديث عن أمن سيناء بدون تنمية سيناء، ولا يمكن الحديث عن تنمية متوازنة في الدولة وكل في أو كل أقاليم الدولة المصرية بدون أن تعطى لسيناء حقها في التنمية كغيرها من الأقاليم. نعم. أيضا حتى فيما يتعلق بفلسفة التنمية، البعض يتحدث عن أن الجيوش دورها دفاعي فقط. هذا أيضا غير كلام غير دقيق، لأنه على سبيل المثال تجربة كوريا، هذه التجربة التنموية المهمة التي يشير إليها العالم، الذي لعب الدور الرئيسي في هذه في التجربة التنموية الكورية هو جنرال جاء من داخل المؤسسة العسكرية الكورية، وأقصد كوريا الجنوبية طبعا. فبالتالي هنا 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 فلسفة يقوم عليها النموذج التنموي أو التجربة التنموية في مصر الآن، هي التعامل المتكامل أو الفلسفة القائمة على التكامل بين كل مجالات الحركة المصرية، الأمن والتنمية، بل حتى قضية الديمقراطية. يعني لم تهمل، وأنا يعني الحوار الوطني، الحوار الوطني هو نموذج ولجنة العفو. نعم. هناك رؤية متكاملة للتعامل مع قضية الديمقراطية. قضية الديمقراطية هنا لا نتعامل، أو المشروع التنموي أو الفلسفة المشروع النهضوي المصري لا يتعامل مع قضية الديمقراطية بالمعنى أو الفلسفة قصيرة النظر. هو يتعامل مع تجذير فكرة الديمقراطية داخل المجتمع. الديمقراطية هنا تعني تمثيل المصالح، تعني تمثيل كل وجهات النظر، تعني أيضا يعني نشر القوة الاقتصادية داخل المجتمع. كل هذه فلسفة مختلفة لعملية الديمقراطية. الديمقراطية هي تقوم على أركان، ليست فقط الإجراءات، ولكن جزء من الديمقراطية ثقافة، ثقافة الديمقراطية. وبالتالي عندما يكون هناك مشروع للتصحيح أو لتطوير الخطاب الديني وتغيير الثقافة التقليدية فيما يتعلق بعلاقة بين المرأة والمجتمع، العلاقة وكل هذه أمور هي في جوهر عملية الإصلاح الحقيقي للديمقراطية. إقامة ديمقراطية حقيقية لا تتعامل فقط مع الإجراءات، ولا تتعامل فقط مع الجوانب الشكلية. نحن نتعامل، فما أريد أن يعني أعيد التأكيد عليه مرة أخرى، أننا يجب أن نفهم النموذج التنموي المصري الحالي أو الفلسفة التي يقوم عليها النموذج التنموي هي التعامل بمنهج متكامل مع كل القضايا الكبرى الثلاث التي أشرت إليها في البداية: قضية الديمقراطية، قضية الأمن، قضية التنمية. مصادر هذه القضايا هي قضايا أساسية، لا يمكن العمل على محور دون الآخر، والعلاقة بين كل هذه الأمور هي علاقة تكامل، وكل قضية تخدم التقدم الذي يتحقق على صعيد القضية الأخرى. كلمة للتاريخ دكتور فايز. نعم. وكل ما تراه يعني اللي انت شايفه ورأيك قوله، بس كلمة للتاريخ، هل استطاع رئيس جمهورية سابق لجمهورية مصر العربية انه يجمع الثلاث مصادر اللي بتقوم عليهم الدولة، قضية الأمن، التنمية، الديمقراطية؟ يعني في تقديري طبعا احنا هذا الكلام ليس معناه ان احنا بنحاسب مرحلة، او لكن نحن نريد، لا ما احنا اتفقنا ان كل مرحلة ليها الفلسفة الخاص بيها اللي ادارت بيه الدولة المصرية. بالضبط. الفلسفة الحالية في رأيي للمشروع التنموي والنهضوي المصري هو يعني ابن يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. في تقديري حضرتك، انا كنت مع حضرتك في حلقه سابقه. نعم. وكان وحضرتك سالتيني هل كنت تتوقع الحوار الوطني عندما دعا الرئيس 26 ابريل الى الحوار الوطني. نعم. انا يعني كانت اجابتي انني كنت اتوقع هذا، لاني كنت افهم يعني فلسفة النموذج التنموي أو النموذج فلسفة المشروع النهضة الذي يعني يؤمن به الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو يؤمن بفلسفة متكاملة لنقل الدولة المصرية وتطوير هذه الدولة. وكلمة للتاريخ من وجهة نظري أقولها بقناعة كاملة، أن المجتمع المصري لديه فرصة كبيرة جدا
عندما يكون تكون هناك لدينا قيادة سياسية بهذه الوعي وبهذه الرؤية. نعم. والأهم أنها يعني تتعامل بقراءة دقيقة لطبيعة اللحظة الراهنة في النظام العالمي، طبيعة اللحظة الراهنة في النظام الإقليمي، وطبيعة التحديات المنشئة أو التي ينشئها هذا الإقليم بكل التحديات التي الواقعة في الإقليم. ومع ذلك هو يتحرك بفلسفة واضحة لحماية المشروع الوطني المصري. يجب أن نفهم التحرك المصري فيما يتعلق بالملف الليبي، فيما يتعلق بالملف السوري، فيما يتعلق بقضية الإرهاب في المنطقة. كل هذه الأمور نابعة من قناعة وفهم بأنه لا يمكن حماية المشروع الوطني المصري أو المشروع النهضوي في مصر بدون أن يكون هناك حماية لهذا المشروع. وأقصد بالحماية هنا أن تكون هناك بيئة إقليمية وبيئة دولية تضمن استدامة هذا المشروع. ومرة أخرى أعود إلى بداية حديث إلى تجربة الخمسينات وتجربة الستينيات، عندما كان لدينا مشروع للتصنيع ومشروع للنهضة في هذا التوقيت، ولكن تم تحميله بأعباء خارجية أدت إلى انهيار هذا المشروع. فأعتقد أننا إذا فهمنا فلسفة حركة الدولة المصرية وفلسفة هذا المشروع النهضوي، أعتقد أن المجتمع المصري لديه فرصة كبيرة، وبالتالي يجب أن يلتف حول هذا المشروع. والالتفاف هنا أقصد به الالتفاف من جانب المواطن الفرد ومن جانب المجتمع أيضا. أنا كنت هختم واشكرك بسؤالي الآتي بمناسبة الفرد بمناسبة المجتمع المصري. ليه يا دكتور فايز مش قادرين نستحمل الآن رغم كل ده اللي حضرتك قلته ما فرض علينا من ظروف؟ يعني أنا كنت بقول للسادة المشاهدين قبل ما أستقبل مداخلة حضرتك إنه إحنا كنا ماشيين زي الفل، وكان الشعب داعم، والحقيقة كان يعني كان ليه كل التحية والتقدير مع اتخاذ قرار الـ 2016 فيما يتعلق بالدعم والإصلاح الاقتصادي، وكان مستوعب الحكاية. جت كورونا زي ما عملت فينا عملت في العالم كله، جابوا لنا كورونا سواء بقى نقل سواء بقى تصنيع ملناش دعوة، تخليق جات لنا زي ما جات لأي حد. وقبل ما تخلص كورونا راح حصلت روسيا وأوكرانيا. ليه مش قادرين نستحمل زي زمان؟ هو طبعا في تقديري انه المجتمع المصري واعي بهذه المساله وواعي بطبيعه الازمه الحاليه ومصادرها. يعني الازمه الحاليه المصادر الخارجيه هي الاساس. نعم. في هذه الازمه هي النسبه الاكبر. نعم بالضبط. الشعب المصري طبعا اثبت درجه كبيره من التفهم فيما يتعلق ببرنامج الاصلاح الاقتصادي. نعم. او والمالي في نوفمبر 2016. تبعات كورونا، اعتقد المجتمع المصري واعي بهذه المساله، واعتقد انه سيثبت يعني التفافه سيثبت التفافه حول مشروع الوطني. لكن هي المشكله طبعا مع فصيل معين يدرك خطوره نجاح هذا المشروع. ويدرك خطورة يعني ما تم إنجازه في هذه الفترة. بالضبط. فبالتالي هذا التيار دائما يسعى إلى يعني تغيير إدراك المجتمع أو محاولة يعني بس تكييف معين لطبيعة المرحلة. نعم. عدم فهم الفلسفة الأساسية التي يقوم عليها هذا المشروع. هي المشكلة مع فصيل معين دائما يحاول بيشتغل عملية تشويش. بالضبط. نعم إيه يعني بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فايز فرحات على هذا التوضيح أو هذا الشرح، وهذه قال رأيه وجهة نظره فيما يتعلق من 67 ل 82، وقال ما تم الآن من وقت للتاني. وأنا بتصور إحنا محتاجين رصد مهم لمرحلة من 67 ل 82، 15 سنة. الرصد اللي أقصد بيه هنا أقصد إنه رصد سياسي ما تم، رصد تنموي ما تم، رصد عن الحالة الديمقراطية وما تم، رصد عن الحالة الاجتماعية المصرية أيضا، وأيضا في المقابل رصد ما تم عمله في الثمان تسع سنين اللي فاتوا، وأيضا رصد
ما تم إنجازه، وده مهم جدا أنه الصحفيين يشتغلوا عليه، المفكرين يشتغلوا عليه، مراكز الأبحاث تشتغل عليه من خلال دراسات تتقدم، ده مهم ويترجم. أنا نفسي أنه ما يتم كتابته تحديدا في مراكز الأبحاث يتم ترجمته علشان الخارج يقرأ. شكرك دكتور محمد فايز. أرجع للمؤتمر الاقتصادي، قلت لحضراتكم إن إحنا هنرجع له المؤتمر الاقتصادي، أرجع للمؤتمر الاقتصادي. ونهاردة معالي رئيس الوزراء قال إنه حيناقش تمكين القطاع الخاص. طيب خليني أرحب على التليفون بالأستاذ مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال. مساء الخير يا فندم. أهلا يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. أنا عايزة رأي حضرتك في الآتي، إزاي يبقى في تحفيز للقطاع الخاص والتصدير، ومن وجهة نظر حضرتك أيضا إزاي يبقى في زيادة للاستثمار ودخول عملة صعبة لمصر؟ طبعا حضرتك ده ملف تقيل جدا، يعني لأن ده الأساس. يعني الإصلاح الاقتصادي بالكامل. إحنا أعتقد أول خطوة محتاجين نحسن بيئة الاستثمار. بيئة الاستثمار. بيئة نعم. الاستثمار يجب ان احنا نحسنها عشان يجي على حسب ما انا سمعت من حضرتك. نعم. ان الصندوق السيادي الاستثمارات اللي عملها لحد دلوقتي رقم يصل الى 3.3 مليار. نعم. عندها رقم يعني قليل بالنسبة لحجم الاستثمار اللي بتطلع. احنا محتاجين استثمار، والاستثمار ده يكون في تنمية مستدامة. الهدف كده ان يبقى مستقر متواجد لمدة طويلة يستثمر المستثمر الاجنبي او المستثمر المصري. مفيش شك المستثمر الاجنبي عمره او من الخارج هيجي الا ما يلاقي ايدين ممدوداله من مستثمر مصري ممكن يتعاون معاه ييسر دي ويحلله مشاكل كثيرة من البيروقراطية اللي معظم الدول بتواجهها بدرجات مختلفة. نعم. يمكن احنا عندنا زيادة شوية. نعم. لكن نقدر نتغلب على دون بالتشريعات او بالقوانين اللي تقدر تضع حد للبيروقراطية دي. نعم. وحجمها في حدود معينة بحيث ان احنا نقدر نمشي بخطوات اسرع شوية. ما تنساش ان احنا كلنا فخورين بدعوه سمو الرئيس لعمل مؤتمر اقتصادي. طيب. واستجابه الحكومه ومعالي دوله رئيس الوزراء والتحضير اللي بيتم. المؤتمر الصحفي النهارده يعتبر هو جزء من التحضير للمؤتمر الاقتصادي اللي هيتم ان شاء الله يوم 23 لحد 25. بيئه الاستثمار هل هي بيروقراطيه فقط؟ لا، هو اكتر من حاجه الحقيقه. نعم. اولا بيئه الاستثمار عشان نقدر نحسنها لازم نفهم المستثمر يفكر ازاي، هو امتى بيقدم على انه يستثمر في هذه البلد. ايوه، مش بلد ثانيه. عايز اسمع ده بقى امتى. احنا عندنا مميزات. المميزات دي مش عايزين نضيعها في حاجات نقدر نقول سلبية تخلي الراجل المستثمر يقدم على انه يستثمر في بلاد اخرى. يعني كمثال، يعني المميزات اللي عندنا حجم السوق المحلي حجم كبير، فده طبعا يبقى دافع لاي مستثمر. ده رقم نقدر نبيع بيه الفكرة. بالضبط. نعم. الشيء الايجابي الثاني ان مصر الحمد لله بتتمتع مش بس بموقع جغرافي محترم، لكن او يتوسط اسيا وافريقيا واوروبا، لكن كمان بتتمتع باتفاقيات مع معظم المنطقه لدول الجوار، يعني كل افريقيا في الكوميسا، الدول الاوروبيه، تركيا، الدول العربيه، كلها اتفاقيات بتيسر وتسهل عمليه التصدير لهذه الدول بدون اعباء اجمالي. نعم. لكن عشان نحسن البيئة لازم زي ما الخطوات بدأت تتخذ بالنسبة للجمارك، ان مدة التخليص على الجمارك سواء للمعدات او للمستلزمات او ما شابه، نعم، يجب ان تكون مدة
في حدود الوقت المعقول يعني. لأن في بعض الأحيان بتصل إلى أسبوع أو أسابيع. لكن هي المفروض لا تتجاوز. وده مش موجود، وده مش موجود في أي مكان. يعني المفروض تبقى الإجراءات أسرع في هذا في الملف يعني ده أو الزاوية دي تحديد. ترتيبنا في 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 بين الدول في التجارة عبر الحدود الحقيقة ترتيب مش جيد يعني. يجب إن إحنا نحسن من هذا الترتيب. وإحنا عايزين نشوف ترتيبنا إيه اللي مش جيد علشان نشتغل عليه. احنا ترتيبنا من 3 سنين كان في حدود 160 او 170 وده طبعا ترتيب بعيد قوي على ان يحفز المستثمر انه يجي، لان هو بيحسبها بالوقت طبعا. وقت التخليص الجمركي ده عامل مهم عنده جدا، لان يعني دورة الانتاج عنده بتعتمد على الوقت بدرجة الاولى. طبعا احد العوامل الاخرى عشان نحسن بيئة الاستثمار ان احنا بنطرح الاراضي حاليا باسعار، يمكن اسعار الاراضي بتمثل عبء على المشروعات الصناعية، لان في دول كثيرة مجاورة بتقدر تمنح الاراضي دي حق انتفاع، يمكن تدي فترة سماح سنوات في الاول لحد ما المشروع يقف يبدا ينتج ويبدا يتجاوز المرحله الاولى. فبرضه ده من الحاجات اللي اعتقد ان ممكن نناقشها في المؤتمر الاقتصادي، كيفيه تحفيز المستثمر ورفع عبء ثمن الارض عنه. مش ضروري نديله ارض ببلاش، لكن ممكن نديله الارض دي بنيه الشراء ويدفع ايجار بعد مده مثلا من 3 لـ5 سنين. ففي الحالة دي هو هيحس ما عندوش هذا العبء الأول، هيجي ويستثمر ويعمل المشروع بتاعه. يمكن برضو من الحاجات المهمة، احنا عندنا الواردات معظمها يجي بحدود 130 سلعة تم تصنيفها. فبرضو هذه السلع لازم نعمل لها البطاقة الذهبية أو المشروع الذهبي، ويكون معد ليها أراضي مخصصة بيها للاستثمار فيها، ده هيشجع المستثمر انه يجي ويستثمر. فالحقيقة يعني كل بيئة الاستثمار هتتحسن سواء بالتشريعات والقوانين او بتحفيز المستثمر، وان احنا نديله ميزة اضافية اضافة للمميزات اللي بنتمتع بيها. هل اقدر اقول استاذ مجد انه نقعد نشوف ليه المستثمر بيروح دول تانية وما بيجيش هنا؟ باختصار وبساطة كده للمواطن الغير متخصص، عايزين نعرف ليه المستثمر بيروح دول تانية وما بيجيش هنا، ونذاكر الجزئية دي ونشتغل عليها. يعني لو في أي حاجة نعمل زي برة ما نعملها. المسألة مش صعبة أقصد، ولا هي مستحيلة. الحاجة التانية، لازم ندعم الصناع المصريين، يعني لازم ندعم الصانع المصري والمصدرين المصريين برضو، نشوف الدول بتعمل ايه ونعملها. هو بالظبط كده حضرتك، ده لو مخرجات المؤتمر الاقتصادي وصلت للنقاط اللي حضرتك اتفضلت بيها هيكون مؤتمر اقتصادي ناجح وهيجذب استثمارات. وعاوز اقول لحضرتك ان في استثمارات واقفه على الباب مستنية هذا المؤتمر، أو لما المؤتمر دي معلومة. حضرتك بتقول معلومة ولا دي معلومة مؤكدة؟ معلومة حضرتك، في مستثمرين كتير ينتظروا في مجالات ايه يا فندم؟ في كافة المجالات حضرتك، كافة المجالات الصناعية. الصناعية زي ما بقول لحضرتك، احنا السوق المصري مغري لأي مستثمر يجي ويستثمر، بس لازم نعمل بعض التسهيلات اللي نقدر بيها نوصل. مثلا ممكن حضرتك احد الاقتراحات ان الصندوق السيادي بتاع مصر هو اللي يتحمل قيمة الانفراستراكشر للاراضي ويخش بيها شريك مع اي مستثمر جاد، وخصوصا في 130 سلعة اللي احنا بنتكلم عليها. ممكن يخش شريك ويتخارج بعد 3 سنين او 10 سنين او 5 سنين بالسعر العادل، يعني ده اذا كانت الاماكن دي ما فيهاش بنيه تحتيه. بالظبط كده.
اذا كنا عندنا تكلفه للبنيه التحتيه ما نقدرش نتحملها كدوله فنقدر الصندوق السيادي يشارك بهذه التكلفه ويدخل بالنسبه دي ويدخل بنسبه مش هتكون كبيره والمشروعات هتكون مدروسه ومعمولها دراسات جاده هيبقى متاكد من انه هيعظم العائد بتاعه كمان بعد 5 سنين صحيح. وده مش برضو موجود في دول يعني في البنك الاسلامي الحقيقه ممكن يخش شريك في اي مشروع ويدعمه ماليا وبعدين بعد 3 سنين ل5 سنين بيتخرج منه بالقيمة العادلة للسهم اللي دخل بيها أو بنسبته العادلة فهو بيحقق مكسب في نفس الوقت بيدعم بدون ما يعمل عبء فوائد بنكية على مشروع في بداية في مقترحات كتير والله أفندم عاوز أقول في مقترحات كتير وفي أشياء كتير نقدر بيها نحسن بيئة الاستثمار إن شاء الله إن شاء الله حضرتك طرحت البنك الإسلامي كنموذج ولا بالفعل هو قادر على ده؟ لا البنك الإسلامي بيعمل ده أوريدي هو تمام يعني ده مفهوم بيدرس المشاريع بيشوف دراساتها وبيشارك فيها بأنه يعمل دعم مالي وبعدين الدعم المالي ده يحول إلى جزء من رأس المال ويقدر يخرج بيه بعد كده بعد عدة سنوات وده بيدي الدفعة الأولى للمشروع إنه يتحرك صحيح فهي برضو ممكن الصندوق السيادي الحقيقة يقوم بدور مشابه لأنه مش هيعمل دون بدون تعظيم الفايدة اللي هتعود عليه تمام بشكرك فندم بشكرك أستاذ مجدي المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال هنكمل مع حضراتكم الملف يوم السبت وناخد آراء وناخد أفكار من متخصصين أيضا معنيين بهذا الملف بس خليني قبل ما أختم وأشكر حضراتكم إنه يا جماعة أرجوكم في حقن مضاد حيوي ما تتخدش إلا بعمل اختبار يعني الكلام ده مش جديد الكلام ده من مئات السنين معروف القصة دي ومن عشرات السنين في مضادات حيوية ما تتخدش أو حقن ما تتخدش إلا بعمل تيست أو اختبار للشخص ينفع ياخد الحقنة دي ولا ما ينفعش ليه اللي حصل ده حصل الحقيقة كارثة إيمان وسجدة بقاء لله وربنا يصبر أهليهم اتوفوا الاتنين الزهور اللي حضراتكم شايفينهم دول بعد حقنهم داخل صيدلية بحقنة بنسلين دون إجراء أي اختبارات للحساسية قبل ما ياخدوا الحقن تخيلوا والواقعة دي حصلت في اسكندرية وعايز أقول لحضراتكم دي مش الواقعة الأولى الكوارث من هذا النوع كتير من المسؤول عن هذه الكارثة سواء اللي حصلت في اسكندرية أو إحنا إزاي يعني نعمل ايه علشان الزهرتين دول اللي راحوا ربنا يصبر اهليهم ما تتكررش في ولاد سواء صغيرين او كبار تاني خليني ارحب بست النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب عن محافظة اسكندرية ست النائب مساء الخير يا فندم مساء النور يا فندم اهلا بحضرتك اهلا بيك ست النائب يعني المشكلة دي مشكلة صحة ولا مشكلة صيادلة ولا مشكلة وعي عند الناس الـ يعني نعمل ايه؟ في البرية بس خلينا أقدم خالص التعازي لأسرة أهالي الطفلتين ضحية هذا الخطأ الإهمال الجسيم اللي حصل فربنا يصبر أهلهم يا رب ويعني ويربط على قلبهم حقيقي فعلا طفلتين يعني بهذا العمر ومره واحده اثنين مع هم بعض توأم شيء صعب هم اخوات اقصد اخوات يا فندم لا حول ولا قوه الا بالله اخوات يا فندم اخوات تخيل يا خبر ابيض يا خبر ربنا يصبر اهلهم يا ربنا قلبي أهلهم. ربنا يربط على قلب اهاليهم يا رب يا رب يا رب يا رب يا
ربنا يربط على قلبهم. وفي نفس الوقت كمان عايز اتقدم بكل الشكر والتقدير لمعالي المستشار النائب العام على سرعه اتخاذ الاجراء الفوري صحيح. وتكليف النيابه العامه باتخاذ كل الاجراءات اللازمه لفتح التحقيق السريع في هذا الامر. نعم. وده اللي احنا يعني بنؤيده وبنشد عليه وبننتظره من النيابه العامه حمايه الحقوق والحريات يعني. نعم. استاذه الفاضله، الموضوع يتلخص في ان للاسف الشديد احنا هنا في غياب من جانب الرقابة الصحية على حقيقة. الصيدليات ده حقيقي للأسف الشديد، ده قول فصل ما حدش جدل فيه. للأسف الشديد لو كان هناك رقابة لما كان هناك نوع من هذا التجاوز اللي موجود في هذه الأمور. خلينا كلنا عارفين، كلنا كمصريين عارفين ان في حقن بتتاخد في الصيدليات، في أدوية بتصرف بدون روشتات طبية، أيوة. في أمور كثيرة بتحصل داخل الصيدليات مخالفة للقوانين، أيوة. طيب يبقى احنا قدام مشاكل. هذه المشاكل يجب أن يكون هناك رقابة حاسمة وحازمة من جانب وزارة الصحة على أعمال الصيدليات. أنا عندي المادة 18 بتقول لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها. عندي نص صريح يا فندم في القانون 127 لسنة 55 الخاص بتنظيم أعمال الصيادلة بيحظر على المؤسسات الصيدلانية إنها تقوم بغير الأعمال المخصص لها، يبقى ما تديش حقن، فهذا أمر محظور نهائيا. لكن للأسف الشديد ما فيش رقاب. وزي ما حضرتك تفضلتي في البداية دي ليست المرة الأولى. أنا عندي في الحصر اللي احنا عملناه سنة 2019 في 12 حالة وفاة بنفس الموضوع. يا خبر أبيض. أيوة يا فندم. وال 12 في اسكندرية؟ وعلى فكرة دي عندك في عندك في الدايرة في اسكندرية؟ لا مش في الدايرة، أنا على مستوى مصر العربية. رقم كبير. وطبعا وهذه البيانات أذيعت إعلاميا قبل كده مع الإعلامي الله يرحمه الكبير وائل الإبراشي. كان عامل حلقة كاملة على هذا الموضوع. في 2019 12 حالة وفاة بنفس الطريقة. طيب لما هذه الأمور تتكرر وهذه الأحداث بتتكرر المأساوية كل يوم، طيب أين رقابة وزارة الصحة؟ الصيدلية دي كيفية التعامل معها دلوقتي؟ واللي ادى الحقنة ده موقفه ايه؟ ولا دي تحقيقات لا علاقة بمعالي النائب العام؟ طبعا يا فندم حضرتك عارفة ان هذه امور تخص النيابة العامة. لا اقصد مفيش عقوبات واضحة. لا للأسف الشديد احنا عندنا العقوبات القديمة، عندنا العقوبات القديمة اللي موجودة في القانون. وهذه العقوبات لن تحقق الردع العام والخاص لمثل هذه الجرائم. فمطلوب عشان كده ان شاء. نعم يا فندم. مطلوب انه الـ العقوبات دي لو كانت موجودة تفعل او تغلظ. بالضبط، هي العقوبات موجودة ولكن نظرا لان القانون لم يعدل من سنة 55 فمع تراكم وتكرار هذه الامور كلها يجب ان يكون هناك تغليظ لعملية العقوبات على مثل هذه الجرائم، وده ان شاء الله اللي احنا هنطرحه في مجلس النواب باذن الله، تغليظ العقوبات الخاصة لمزاولة مهنة الصيدلة بدون رخصة او لمخالفة هذه الاحكام، فيجب ان تندرج تحت مظلة قانون العقوبات. ده هيكون في جزئية المسؤولية الطبية؟ قانون مزاولة مهنة الصيدلة يا فندم، قانون 127 325. ارجو ده. بشكرك ست النائب، بشكرك فندم، شكرا جزيلا ست النائب محمود قاسم. ومش معقول يا جماعة لغاية النهاردة احنا 2022 بنتعامل بقانون سنة 57 او حاجة و50، ولغاية دلوقتي في شخص بني آدم يعني يبقى عارف ان الحقنة دي لازم يتعمل لها اختبار للي هياخدها قبل ما ياخدها ويروح فيها اختين بالمنظر ده. ربنا يربط على قلب الأب والأم وأهليهم، شيء قاسي، حاجة صعبة جدا جدا، الله يرحمهم. أطفال ملهمش ذنب في عدم رقابة وملهمش ذنب في إهمال إن هم يضيعوا من أهليهم بهذه السرعة. شوف حضراتكم على خير السبت مع تحياتي عزة مصطفى وإلى اللقاء.